VFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي لاخر جزء في دروس الكومبوننتس وهو الفيديو. نفتح الفيديو مع بعض ونختار اول واحده وننزلها ونشوف ايه الموضوع معها. انت شايف طبعا ادوات تحكم فيديو، طبعا ده بلاير فيديو زي ما هو واضح. تعال نشوف اللاين سنتر ولاين، الحاجات دي كلها اوتو بلاي والكلام ده. اول حاجه انا تخش عليها على طول هو اللي هو السورس ده بقول لك الفيديو ده. تعال نعمل تيست. طبعا هو فاكر البروجرس بار اهو، ده البروجرس بار تمام. ممكن تحط البروجرس بار من عندك، ممكن تغير الالوان دي، ممكن تعمل اللي انت عايزه في الديزاين ده تمام. او كمان ممكن تختار لون الباك جراوند بالشكل ده وتقول له السورس بتاعي. نضغط هنا هتلاقي في ملفات العمل عندك ملف فيديو كده، شوفوا مع بعض. ده جيتنج، وبعدين بيبتدي يعمل لك حاجه زي كده، وبيبتدي ياخد لك الواي اكسس والاس والاكس اكسس بتاعتها اللي هي طول والعرض بالشكل ده. تعالى نحطها في النص. طبعا هو بيعمل لك حاجه زي كده متجاهل الحته اللي تحت دي خالص، فانت بقى بتظبطها بناء على المساحه بتاعتك. لمزيد من التفاصيل في الحته دي شوف الكورس بتاع ليندا في الموضوع كله من الاول، وفي كمان ازاي تعمل الفيديو اللي تجهزه بتاعك، وازاي تظبط مساحته، وازاي تبدا تعمله وتظبط المساحه بتاعته وتتعامل معاه كويس. طبعا انت شايف هنا الادوات الكنترولز هنا جميله جدا. طبعا لما بيكون في تحميل على لودنج على السيرفر، تكون حاطط ده مثلا الفيديو ده على سيرفر عندك، فبيعمل تدي هنا يعمل لك بروجرس بار بيظهر معاك، وكمان تقدر توطي الصوت وتبدا تعمل له ميوت. وهنا طبعا المساحه بتاعته 3 دقايق، وهنا المساحه اللي هي شغاله دلوقتي. جميل قوي. طب انت لو عايز تغير شكله تعمل ايه؟ اروح ادوس على سكن. سكن دي بتغير شكل البلاير نفسه تمام. اهو شكل البلاير نفسه بتدي على حسب اللون بتاع الويب سايت بتاعك تمام. اوكي طبعا كل سكن وفي امكانياته، كل سكن وفي امكانيات في طبعا الفول سكرين، ودي موجوده برضو الحته دي برضو في نفس الكورس انا كنت بقول عليه اللي هو بتاع ليندا، ازاي تعمل دي عن طريق الببلش سيتنجز. بتبدا تفعل ال HTML وتبدا تقول له allow full screen عشان يبدا تعمل لك بعد كده لما تيجي تعمل ببلش بال HTML يبتدي لما تيجي تدوس له هنا يبقى ايه يستجيب معاك. طيب لو جيت دخلت على التفاصيل بعد كده اوتو بلاي، ممكن تشيل الاوتو بلاي دي خالص عشان اول ما تشتغل تحمل الصفحه ما يشتغلش، ودي الاحسن عشان ما يعملش لودنج عليك زياده. دايما تشيل اوتو بلاي. الكيو بوينت طبعا دي بتتعمل بطريقه معينه، شوف الكورس بتاع ليندا وبعدين نبقى نتكلم فيها وطبقه، لان الموضوع ده مهم جدا تمام. از لايف طبعا دي الحقيقه ما بستخدمهاش خالص يعني. از لايف اعتقد ان هو بيديك دعم احسن من على السيرفر تمام. ايه تاني؟ سكيل مود لو انت عايز تعمل اكسترا اكتيفيت، يعني اعادة تهيئة للملف للفيديو بتاعك. ودي اوتو سكين هايت، هايت اوتو سكين بيبقى شغال كده وعند بعد فترة معينة يروح رايح اهو، او لما
ماوس تيجي عليه بيبتدي يظهر لك. سكين باك جراوند الفا يقول لك زيرو، لو انت عايز السكين بتاعك نفسه المدى بتاعه قد ايه. طبعا لو انت بقى عايز تزود تمام، بس هو يعني من واحد لصفر يديك النتيجة بتاعته. لو انت عملته ونص مش كده هيبدأ يعمل لك حاجة زي كده، واحد هيبتدي يظهر لك بالكامل بالشكل ده. فدايما خليه واحد او على حسب ما انت عايز. الفوليوم من صفر لواحد برضو واحد، دي اعلى حاجة. لو انت عملت له 8 من 10 هيبقى حاجة كده اقل من شوية كده، يعني مثلا كده زي ما انت شايف. لو انت عملت له مثلا 5 من 10 هيبقى في النص. اوكي، ودي كانت بالنسبة لي الكومبوننتس دي. نشيل ده ونيجي على اللي بعده. اف ال في بلاي باك 2.5 يوز اكزيست، تقريبا تقريبا نفس الطريقة. خلينا نمسح ده كله من جوه. خلينا نجيب دي كده عشان يظهر لي كل حاجة عنده. طبعا نفس الحكاية، لودنج فول سكرين وبتاع بناء على السكين اللي انت عامله. طبعا ممكن تقدر تغير في السكين زي ما انت عايز. تمام، عايز هنا اوتو بلاي طبعا، كيو بينت احنا قلنا هتشوفها، فيك دوريشن، الحاجات دي كلها انا يعني الحقيقة ما بنستخدمهاش قوي، لان من الصعب جدا ان انت تكون على سيرفر وتحط عليه الفيديو بتاعك وتشتغل مع السيرفر على طول. السيرفر بيتقل معاك جدا وبيهنج معاك. تمام، فمش نصيحة يعني ابدا ان انت تعمل حاجة زي كده لو انت عندك ويب سايت. نفس الطريقة نقول 1800 دي تعال نغيرها ل 100. دي كلها الدرايفر انكريمنت، دي حاجات بتتحسب معادلات بالاونلاين عشان موضوع الترانسفير داتا والحاجات دي كلها. يعني الحاجات دي مش مهمة قوي، سيبك من الكلام ده كله خالص. المهم اللي احنا نقدر نجيب السورس منين والكلام ده. طبعا السورس ده ممكن تحدده من الجهاز زي ما انت عارف اهو. وخلينا نشوف اللي بعد كده، نشيل دي خالص. طبعا ده استدعاء فيديو من السيرفر بقى. تمام، وجيت عملت كده، ده بيقول لك ايه كونت بي فاوند، فيديو كلاس كونت بي فاوند. خلينا نشوف السورس بتاعه بيبقى ازاي. تعال نحط بلاير، اقول لك ليه دلوقتي. شوف يا سيدي، الكابشن ده ما بيشتغلش الا على بلاير. اوكي، ده يتحط في لاير تانية مثلا كده، نحطه فوقيه كده بالشكل ده عشان نقول له شغل لي حاجة من السيرفر هنا على البلاي باك. يعني نظامه غريب شوية، بس هو نظام معقد شوية، بس هو يعني لازم برضه تاخد فكرة عنه. السورس ده بتحط امتداد ملف اكس ام ال علشان يبدأ يقرأ ملف الفيديو ده. هتقول لي ازاي والكلام ده، تشوف انا هجيب لك كود وهيكون بطريقة بقى ايه حاجة جديدة شوية. هنعمل كلاس خلاص وهنسميه كده، وده هيكون ملف اي اس خارجي وهيكون مرمي في الفيديو، هيكون عامل كده. تمام، انا سميته اف ال في بلاي باك كابشن اكزامبل. اوكي، ده بيترمي في نفس الروت بتاع الموفي بتاعك. تعال نشوف الكود ده كده والمطلوب اللي احنا هنسميه كل واحد انستنس نيم بتاعه عشان يقرا على الاكشن سكريبت، وده هنسميه بلاير.
تعال نعمل تيست الموفي. بدأ يجيب لي من على مين؟ ويب سايت. تعال نشوف الويب سايت ده اهو، ادي لو خدت الويب سايت ده تمام، ده طبعا امتداد بالكامل http underscore بعد كده www flash video caption dot flv، ده اسم ملف على السيرفر، وده ملف ال XML اللي فيه الداتا بقى بتاعت الفيديو كلها. لو جيت دخلت على مثلا اظبط لك بس مساحة التسجيل على الـ URL بتاع الفيديو اهو، هيقول لك سيف او تشوفه. انا عندي مش عارف ليه بيكاتش كده بيقول له سيف، المهم هو هيكون الامتداد مظبوط. ممكن هتخلي ده عندك بقى كل الكود ده كريفرنس عندك. حبيت بقى تتغير يبقى انت لازم تكون حاطط، تعال نشوف ملف الاكس ام ال ده برضو مهم قوي تكون حاطط ده على السيرفر، اي فيديو على السيرفر وملف بتاعه الاكس ام ال. تعال نشوف ملف الاكس ام ال ده عامل ازاي اهو. اوكي ده عندك برضو، ابقى اشوفه كده. بقول لك اللي في كيو بيونس اهي عاملها، وفي كل البيانات عن طريق XML. اوكي نشوف بقى حاجة تانية. دول بقى سيدي عبارة عن تحكمات في الفيديوز، ودي انا ادركتها وشرحتها كويس في الكورس اللي عندنا برضو، في جاليري البوم وفي فيديو وفي يعني معظم الحاجات اللي هيستخدمها اي واحد في الويب سايت بتاعه. فهم دي كلها حاجات بتستخدم في، طبعا دي عشان مش معمولة انستنس نيم وعندنا ملف اكشن سكريبت تاني فمش قاريها فعمل كده. فدي انا هسيبها لك برضو تبص عليها، بص على الدروس بتاعتنا او الدروس بتاعتي في الكورس بتاع ترجمة المواقع ترجمة شركة ليندا. أسيبك بقى وتطبق مع التطبيقات، وأي حاجة ممكن تبعت لي وتناقشني فيها على طول إن شاء الله. السلام عليكم.